السلام عليكم، ازيكم يا احلى شباب، وفيديو جديد مع اغرب لعبة انك ممكن تكون قابلتها في حياتك. خليكم معايا ما تروحوش بعيد. اهلا بكم يا شباب، لعبة جديدة لسه نازلة على متجر التاب تاب. اللعبة غريبة جدا، طبعا بتحمل اسم اغرب، وهي لعبة اسمها بشوشو باتل فيلد. الاول الاسم صيني يعني غريب شوية. اللعبة دي حجمها 148 ميجا بس، حجمها صغير جدا جدا، بتشتغل على اي نوع موبايل. اللعبة طبعا بتحمل اللغة الصينية اللي هي نازلة في الصين، بس انت مش هتحتاج لها اي تسجيل دخول، مجرد ما بتنزل اللعبة على الموبايل اللعبة بتفتحها بتدخل على الجيم على طول، ما فيهاش فيها اي مقدمات ولا تسجيل دخول خالص. اللعبة دي يا شباب اونلاين، اللعبة انت مجرد ما بتفتحها بتخش على الجيم على طول، كل يعني لها كذا مود. ده اول مود تخش فيه تتلاقي مود الزومبي بقى في الشوارع والضرب، حتى يعني انت لما بتعمل القفزة بقى كأنك طالع فوق سطح العمارة. اللعبة غريبة جدا جدا فوق ما تتخيل. الشخصيات اللي موجودة يعني انت شوف شخصيات البنات عاملة ازاي، والزومبي هتلاقي اغرب. فانت اللعبة انت مسلية فوق ما انت تتخيل، يعني انت بتلعبها وتفضل تقعد تضحك يعني، بس دي يعني اه والله يعني اللعبة جميلة جدا وهتبسطك انت لو حبيت ان انت تتسلى يعني، بس هي مجرد تسلية في اللعبة. اللعبة طبعا حجمها صغير، مش هتاخد منك اي حاجة ولا مساحة على الموبايل بتاعك. اللعبة انت هتفضل تلعبها يعني مسلية يعني بشكل كبير جدا. ده مود اول ما تخش فيه كده، ده مود زومبي زي ما انت شايفين كده، حرب شوارع وزومبي ومش عارف ايه. اللعبة دي اونلاين يعني انت نازل لعبة اونلاين، يعني لعبة حجمها صغير ولعبة اونلاين ومسلية في نفس الوقت. طبعا ده مود، انت لو هدخلك تاني على مود تاني هتلاقي اغرب من المود اللي انت شايفه دوت. هدخلكوا بقى على المود الغريب، يعني ده مود كده، يعني دي بداية مود تاني غير المود اللي انتوا شفتوه دلوقتي. المود ده يعني المفروض اللي هو باتل فيلد، يعني حرب بقى، انت حرب بقى، انت فاهم، حرب الدبابات والكلام ده كله. ده مود باتل فيلد. طبعا هنا في شخصيات، في طبعا اسلحة مختلفة، في قناصة، في كده، وفي دبابات وكل حاجة. الاغرب بقى اللي انت هتلاقي ناس هنا من عصر المماليك بيلعبوا معاك في اللعبة، يعني اه والله يعني هتلاقي اشخاص، هتلاقي حصنة نازلة يعني في دبابات، وهتلاقي في حصنة بتلعب موجودة معاك، وفي ناس بتضرب عليك يعني بالسهام، يعني هتلاقي واحد ماسك سهم. شوف ناس من عصر المماليك بيلعبوا بأمانة والله، العصر القديم جدا مع طبعا مع العصر الحديث، واللعبة كلها داخلة في بعضها، انت ما تعرفش مين مع مين. بس هو هي اللعبة معروفة، مثلا شخصية اللي هي في علامة زرقاء وفي علامة حمراء، يعني في يعني انت مثلا مع التيم اللي هو الازرق وفي التيم الاحمر، انت بتضرب في التيم الاحمر اللي هو المقابل ليك. التيم الاحمر ده لا حول له ولا قوة، يعني هو بيلعب بسهم، يعني انت شايف الراجل ماسك سهم من فوق، المفروض هو بيضرب بها دبابة. تخيل انت ده بيضرب دبابه كده او اشخاص زينا، معاه واحد معاه قناصه او واحد معاه سلاح رشاش، فانت يعني ده بيضرب بنبله. فهو الجيم غريب ده اسمه ده بقى المود بتاع الباتل فيلد. ده باتل فيلد في اللعبه، ده كده مود غريب وهيضحكك جدا، مود عجيب جدا. ادخلك بقى على طول على مود المطحنه، المود الجامد جدا بتاع اللعبه. ده مود بقى ايه يعني تحس اللي هو كول اوف دوتي بقى، يعني حاجه بقى ايه الجامده في اللعبه. المود ده بقى يعني العدد اللي فيه الناس اللي بتلعب فيه، يعني انت فاهم مش كل اللي بيفتح تقريبا بيخش، يعني انت فاهم كل اللي بيبقى فاتح داخل اللعبه بيخش اونلاين يلعب. بس هو في تيمين برضه زي ما قلت لك، يعني تيم احمر وتيم ايه اللي هو الازرق. زي ما انت شايف كده هتلاقي مطحنه بقى، هتلاقي في انابل، هتلاقي في يعني اسلحه كلها مختلفه موجوده. نسيت اقول لكم يا شباب ان اللعبه دي نسخه ديمو، لسه بيتا، لسه في مرحله التطور، يعني لسه يعني الناس اللي هم اللي عاملين اللعبه لسه يعني بيطوروا فيها، يعني اكيد ممكن هيبقى فيها يعني هيظبطوها عن كده شويه، لان اللعبه يعني فيها رجاله كتير. انا مش فاهم بصراحه هو ايه المقصود من اللعبه ديت، بس يعني هو اكيد المطور اللعبه يعني كان شارب حاجه هو بيعملها بامان. لعبه غريبه انت ما انتش فاهمها، على الرغم اللي هي يعني في عصر الحديث، يعني ونازله مثلا في مكان زي الصين
والكلام ده في عارف الالعاب الصيني بتبقى يعني لها مستوى كبير جدا في الالعاب، بس انا مش عارف هو ايه معنى اللعبه ديت، هو ليه بالتحديد يعني عملها بالطريقه دي. بس هم يعني على ما اعتقد اللي ديت يعني نازله كده يعني الناس تتسلى بيها لحد ما هم يطوروا فيها حاجه، لان تقريبا سامع هيبقى فيها كمان باتل رويال. تخيل انت بلعب زي ده في باتل رويال، يعني حاجه اكيد هتبقى جامده جدا. طبعا ده فيديو سريع كده عن اللعبه، وهسيب لكم رابط اللعبه تحت في الوصف اسفل الفيديو. ان شاء الله يا رب اللعبه تعجبكم، اي حاجه تسليكم لو انتم مثلا مخنون من اي حاجه. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله.